في فيديو النهاردة هنتعرف عن الولد اللي خرج من بيته ولحد هذه اللحظة لم يرجع. اللي حصل بالتفصيل ان الولد عنده 15 سنة، متعود ان هو يصلي صلاة الفجر كل يوم. خرج من يوم الثلاثاء لصلاة الفجر زي ما متعود. اسمه عبد الحميد، عمره 15 سنة، كان لابس تيشيرت اسود، وطبعا امه قلقانة عليه، دخلت في حالة هستيريا، غير ان هي بلغت الجهات المختصة. وبنتواصل معاكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعل احد شافه يبلغ الشرطة، او لسهولة التواصل رجاء الاتصال على الرقم الموضح على الشاشة المفقود من حي الخالدية في مدينة الرياض. بإذن الله بمحاولة مساعدتنا ومساعدة الآخرين هيتم التواصل معه، وما ننساش ندعيله كتير ان يرجع لأهله بالسلامة ويطمن قلب أمه عليه.